مرحبا بكم. من المؤكد أن أول مرة شاهدت فيها فيلم جودزيلا لا شك أنك كنت تشعر بخوف كبير جدا من أن يكون ما تراه أمامك حقيقي على أرض الواقع، ولا شك أنك أيضا تساءلت أنه لو حدث هذا الشيء في يوم من الأيام فكيف يمكن لنا التصدي لهذا المخلوق المخيف، أليس كذلك؟ نحن هنا اليوم في هذا الفيديو سوف نذكر لك بعض من الوحوش والأشخاص الأقوياء جداً القادرين على التصدي إلى هذا المخلوق الضخم المعروف باسم جودزيلا. ولكن أولاً مشاهدين الكرام، ادعمونا بإعجاب للفيديو واشتراك بالقناة حتى يصلكم كل جديد. أولاً، كينغ كونغ. لا شك أن كينغ كونغ يعتبر واحداً من المخلوقات الضخمة والقوية جداً القادرة على الهجوم على مختلف أنواع الكائنات الحية الأخرى القوية. من المعروف أن طول كينغ كونغ يصل إلى 100 متر بالكامل، وأكثر ميزة موجودة في هذا المخلوق الضخم هو أنه يعتبر واحداً من الحيوانات الماكرة، وهذا يجعله قادراً على اتباع استراتيجية معينة حتى يتمكن من الهجوم على أي مخلوق آخر، بالإضافة إلى أنه يستعين بالعديد من الأشياء كنوع من السلاح، ولهذا فهو يعتبر واحداً من أقوى المخلوقات القادرة على التصدي للجودزيلا بكل سهولة. الكراكن. يعتبر واحداً من المخلوقات الأسطورية القوي والكبير جداً والقادر بكل سهولة على التصدي إلى الجودزيلا، بالإضافة إلى أنه يتمتع بفك كبير وأسنان قوية وضخمة وحادة جداً تجعل عملية التصدي والهجوم على الجودزيلا واحدة من أسهل العمليات بالنسبة له، حتى أنه يتمتع بمخالب كبيرة للغاية قادرة على أن تصيب الجودزيلا بجروح عميقة، ولهذا يعتبر الكراكن من المخلوقات القوية التي من الممكن الاستعانة بها في هذه الظروف الصعبة. هالك. من المؤكد أنك شاهدت من قبل في أفلام مارفل القدرة الكبيرة التي يتمتع بها هذا الوحش البشري المخيف، وهذا ما يجعل الكثير من الناس يقولون أنه قادر على الهجوم والتصدي إلى الجودزيلا، حتى أنه حينما يشعر بغضب كبير يصبح أقوى مما هو عليه، وهذا الشيء هو ما سيجعله قادراً على التصدي إلى هذا المخلوق الخطير. وما نراه في العديد من القصص المصورة إلى هذا الشخص يؤكد الآن أنه سوف يكون من الأشخاص القادرة على الهجوم على الجودزيلا لو كانوا موجودين في العالم الواقع، حيث أن القصص المصورة أكدت لنا أن هذا الرجل قادر على أن يدمر العالم بالكامل، مما يؤكد على مدى القوة المفرطة التي يتمتع بها. جالاكتوس. من المفترض أن الجودزيلا قادرة على تشكيل خطورة على كل السكان على كوكب الأرض، ولكن في الفضاء من المؤكد أنها لن تكون قادرة على القيام بعمل أي شيء، وفي هذا الموقف سوف يتمكن جالاكتوس من التصدي إلى الجودزيلا بكل شجاعة وقوة ويهزمها في أسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى أن القصص المصورة تؤكد لنا على أن هذا الوحش العملاق قادر على التصدي إلى الجودزيلا بمختلف الطرق والأساليب التي سوف تجعل فرصة الفوز كبيرة جداً. وحوش المحيط الهادئ. هذه الوحوش تتمتع بقدرة كبيرة جداً، كانت تعيش في أعماق المحيط الهادي، وهذا يعني أنها سوف تتمكن من الهجوم على الجودزيلا بسبب أن الظروف البيئية التي يعيشون فيها متشابهة تماماً، ومختلف أنواع هذه الوحوش تتمتع بقدرة كبيرة جداً من المهارات التي سوف تجعل فرصة التغلب على الجودزيلا واحدة من أسهل الفرص، حتى إن واحداً من هذه الوحوش قادر على أن يقوم بإطلاق إشعاعات تشبه الإشعاعات التي يطلقها السلاح النووي. وحش موثرا. هذا المخلوق الكبير والضخم جداً له قدرة كبيرة على التصدي إلى الجودزيلا، وهو عبارة عن يرقة أو يافعة حساسة هائلة مصحوبة بشخصيتين مصغرتين من البشر تتحدث نيابة عنها، وقد ظهر في الفيلم قديماً في عام 1964 واستطاع تحقيق فوز ونجاح كبير في التغلب على الجودزيلا،
وهنا يمكنك أن ترى كيف كان هذا الوحش قادر على سحب الجودزيلا بعيداً باستخدام جناحيه بكل سهولة. يقال أن طوله يصل إلى 120 متراً، وهذا يعبر عن مدى القوة والشجاعة الذي يتمتع بها. الوحش ذو الرؤوس الثلاثة. هو وحش خيالي أو كايجو الذي ظهر لأول مرة في فيلم إيشيرو وهوندا عام 1964. ومنذ الظهور في عام 1964 تم تصنيف هذا الوحش على أنه واحداً من أقوى الوحوش التي استطاعت ردع وصد الجودزيلا. وفي هذا المشهد يمكنك أن ترى كيف استطاع هذا الوحش حمل الجودزيلا إلى ارتفاع عالي ومن ثم ألقاها على الأرض، وهذا يعبر عن مدى القوة والشجاعة الذي يتمتع بها هذا الوحش. وحش دوسترويا. ظهر هذا الوحش لأول مرة عام 1995 في أحد أفلام جودزيلا، حيث أنه كان يهاجم جودزيلا في السيطرة على كوكب الأرض. وفي أحد المشاهد استطاع حمل الجودزيلا إلى مسافة بعيدة حتى تمكن من إلقائه على أحد المباني بقوة، وبعدها تم إلقاء الجودزيلا في حمم بركانية حتى تم القضاء عليها، وبعدها تم القضاء على هذا الوحش من قبل قوات الجيش. وحش جودزيلا الفضائي. في أحد الأفلام ظهر هذا الوحش الفضائي الذي قرر غزو كوكب الأرض والهجوم على الجودزيلا الحقيقية حتى يتمكن من فرض الهيمنة والسيطرة، وفي الحقيقة أنه يتمتع بقوة كبيرة جداً عن الجودزيلا التي تعيش في المحيط المعروفة، وهذا يعني أن فرصة الهجوم منه على هذا الوحش سوف تكون سهلة في القضاء عليه. وحش هيدورا المعروف أيضاً باسم سموغ مونستر، هو وحش كايجو الذي ظهر لأول مرة في فيلم جودزيلا في أس هيدورا في فيلم توهو عام 1971. تمت تسمية الوحش باسم هيدورو، الكلمة اليابانية التي تشير إلى المواد الكيميائية، وهذا مما ساعده على التغلب على الجودزيلا في واحد من الأفلام القديمة جداً. بالرغم من أن كل هذه الوحوش ليست حقيقية، إلا أنه لو افترضنا أنها حقيقية يمكننا الاستعانة بواحد من هذه الوحوش العشرة التي ذكرناهم في هذا الفيديو، والذين سوف يتمكنوا من التصدي إلى الجودزيلا الخطيرة بكل سهولة. شكراً لكم لمشاهدة الفيديو، لا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء.